غرد علينا غرد. سلاي الموسيقى دي تعرف شو. حن علينا يا ديوانا رانا مضامين، نستناو في الفار يجينا توا عنا سنين. هو جولتين أنا جولتين جولتين شعر 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 يا ولا حال وحوال، ناس طلعت للقمرة وناس عاملة للفار موال، حتى هو حال كورتنا عواج ومال، لعب لا فرجة لا مال، ماتش بلاد بابز وضرب ولا لنا فال. وين احنا وين هما، بطولتنا مرار في القرجومة، ماتش تقول لعبة في حومة، ناس تعيض ظالمة ولا مظلومة، افرحنا قلنا الفار جات وتتبدل المنظومة، يا اخي لا جا فار لا كوميسار. كوميسار ده ماتش. وين احنا وين البوندسليغا؟ وين احنا وين البوندسليغا؟ بطولتنا دار عربي ناقصة ليغا. وين احنا وين الكالشيو؟ بطولتنا لعبها ياسر فالشيو. حلوة حلوة. فار خنارة بابز سبيطار، وقتاش حال كورتنا يتطور. بلي عاود الفار خنار. اي وعليها نعاود اي فار خنار لا من البوندسليغا هات البوندسليغا ايجا ايجا. وين احنا وين البوندسليغا؟ ليغا. بطولتنا دار عربي ناقصة ليغا. ليغا. وين احنا وين الكالشيو؟ كالشيو. بطولتنا لعبها ياسر فالشيو. هيا هيا الحشنة به. فار خنارة بابز سبيطار. حلو. فار خنارة بابز سبيطار، وقتاش حال كورتنا يتطور، صعيب حسب ما نتصور. برافو اليوم ابدعت ابدعت وعجبتني، حطيت صبعك على الفار والله العظيم. حتى اليوم ما جاش راهو الفار ما جاش لليوم للصباح في الديوان، لليوم للصباح في الديوان. وجست هي اللي اي في مثلا عاوز الترابيسي مدير الاداره الوطنيه للتحكيم حكى في مزايقه لشركه اسبانيه اللي تم تعاقد معها ما كانش في المستوى، وهذا اللي خلى تقنيه الفار تتاخر. والعميد هيثم اللازنيد النطق الرسمي باسم الديوان يقول الديوان كانت حاضر في استقبال الاجهزه منذ 3 ايام، لكن مسؤول الشركه اليوم احضر. دونك هذايا سعدي برافو على انك حطيت صبعك على الدين. الماتريال تصور فما شركه اجنبيه ما كانش في المستوى، شكون يعرف؟ احنا ديما في المستوى على خاطر ما نعرفوا احنا خويا ولا لا نعرفوا مستوى عند شكون. تفضل سفيان. نهار تعدى نهار راه النغمه فما نغمه معينه كل في صمت الاولاني. الاربيتر الاربيتر عنده زفاره، والجيش عنده عالم، برافو. واللوح عنده نجارة، والجزار عنده الحم، برافو. البيلوت يسوق الطيارة، والسارح عنده الغنم، فما اللي يسكن في داره لا عنده كاري لا هم، فما الفطور ودواره مليانه كبده وشحم، وفما العايش على الكافياره، وفما العايش على العظم، فما المغروم بالسناره، وفما اللي غرامه القلم، فما صياد الكركاره، حشيش البحر منه مسلم، فما المتعارك مع جاره لا قدر جارو لحشم، وفما الفالس والنبارة ويحكي في كرة القدم، وفما اللي عايش عمارة تحط فم يقعد فم، وفما اللي يخلي آمارة شخصية وعنده الخشم، وعندنا في تونس غدارة بدقوره يبيع العالم.
لا 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 لا